ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه من ضلع إلى بلوغ. مسألة العقيقة، يكلف بالعقيقة من تلزم عليه نفقة فرعه، نفقة هذا البلد، إما يكون هذا الأب أو يكون الأم، يجب نفقة الولد على الأم مثلا، أو على الجد أو الجدة هكذا، أو على الأخي هكذا. مثلا هذا يجب النفقة على الأم مع كون الأب حيا، مثلا أب فقير أو أم غنية، فإذا يجب النفقة على الأم، فإذا هذا يتولى الأم، هذا ندب ما يتوجه إلى الأم. سيأتي مسألة التسمية، مسألة التسمية، التسمية يندب لمن له ولاية على الولد من أب وجد هكذا، بينهما فرق. يندب لمن تلزمه نفقة فرعه، ماذا يندب؟ أن يعق عنه، يعني يذبح ما مضى من المواشي على طريق العقيقة يعني الولد، منذ متى إلى متى، يعني متى وقت هذا العقيقة، من وضع يعني من ولادة الولد، من وضع الولد إلى بلوغه، يعني إلى بلوغه يندب لمن تلزمه نفقة هذا الولد. أما بعد البلوغ لو لم يعق عن الولد فيخاطب هذا الولد بعد البلوغ، وهي كضحية. ثم الفرق، ولا يكسر علم، هكذا فرق بين الضحية والعقيقة. في العقيقة يسن ألا يكسر علم، أما في الضحية هذا لا يسن. لا يكسر، ثم ماذا يفعل؟ هذا الرجل يعني يحتاج إلى يعني قطع العلم، بدون ذلك لا يمكن يعني إخراج اللحم تماما، خاصة في الأضلاع وغيرها. ذلك قال يسن ذلك ما أمكنه، بل يقطع كل علم من مفصله. فإذا لا يكسر علم، هذا عدم التكسير مقيد بقدر الإمكان. يسن ذلك ما أمكنه، لو لم يمكن هذا يقطع، فإذا يقطع كل علم من مفصله هكذا. ثم والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها. أنا في الحقيقة، نعم، التصدق بمطبوخ يبعثه، مع المرق يطبخ، ثم يبعث هذا اللحم المطبوخ مع المرق إلى الفقراء أحب مما من ندائهم إليها. هذا البعث أفضل، كذلك التصدق بالمطبوخ أفضل هنا. ومن التصدق نيئا، وهو أفضل من التصدق نيئا. فإذا أمران، دعاء الفقراء، نداء الفقراء إليها، وبعثه إليهم، ما هو الأفضل؟ بعثه إليه. كذلك تصدق بمطبوخ، تصدق باللحم النيئ، ما هو الأفضل؟ تصدق بمطبوخ. ثم وأن يذبح سابع ولادته ويسمي، فإذا هذا وقت مما إلى ما، من ضلع إلى بلوغ، لكن يندب ماذا؟ أن يذبح سابع ولادته. فإذا في السابع يعني يكون أفضل، لو كان قبل السابع أيضا يندب، لكن في السابع أفضل. ثم السابع كيف يعتبر؟ يعني من الولادة عندما يعتبر السابع، هل يعتبر يوم الولادة؟ لا يعتبر، نعم يعتبر يوم الولادة، يحسب يومها، يوم الولادة، إذن يوم الولادة اليوم الأول، ثم الثاني ثم الثالث هكذا. فإذا لو ولد
مثلا يوم الاثنين، فإذا السابع يعني يوم الاثنين أول، ثلاثاء ثاني، أربعاء خميس، جمعة سبت أحد، يوم الأحد يكون السابع هكذا. هذا لو كان الوضع في النهار، لو كان الوضع في الليل يعني هنا هذا يوم وليل مختلفان، لا يحسب واحدا، لذلك ولا يحسب الليلة بل اليوم الذي يليها كما في تحفة. فإذا لو ولد يعني ليلة الاثنين أو يعني نهار الاثنين، ليلة لا يعتبر، بل هذا من النهار يعتبر اليوم السابع يعني يوم الأحد هكذا. ويسمي فيه، يسمي أو يسمى فيه، كيف ضبطوا الكتاب عندكم؟ يسمى يندب أن يعق عنه من يعق، هذا من تلزمه، ثم بعد ذلك قال وأن يذبح سابع ولادته يعني هو الذي يذبح، ثم أن يسمي فيه، هذا أن يسمي فيه التسمية ليس إلى من تلزمه نفقته، بل التسمية لولي الولد من أب أو يعني جد هكذا، بينهما فرق، لذلك لا يحسن أن يقرأ يعني أن يسمى فيه، أعتقد هذا عندي ويسمى هكذا موجود. ما شاء الله ما شاء الله. وفي علي الشبرام اللسي وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأبي، وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد، وينبغي إلى أن تكون التسمية قبل الأقناع. فإذا نقرأ أن يسمى في سابع ولادته، هذا في سابع ولادته وهو أفضل، يعني لو لم يسمى قبله ففي سابع ولادته هكذا، إما التسمية عقب الولادة أو في سابع ولادته هكذا، يعني جمع بين الأحاديث. ثم عند الإمام بخاري رحمه الله الجمع الذي لا يريد الحقيقة يسمي بعد الولادة، والذي يريد الحقيقة يسمي في سابع ولادته هكذا، جمع الإمام بخاري رحمه الله. يعني هناك تعارض بين الأحاديث في وقت تسمية مكة عقب الولادة أو في سابع ولادة، وإن مات قبله، ممكن هذا ولد قد مات قبل السابع لكن يسمي في سابع ولادته، بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح، يعني هذا الحمل قد سقط قبل تمامه، لكن سقط بعد بلوغ زمن نفخ الروح، زمن نفخ الروح يعني بعد الولوق بأربعة أشهر، فإذا لو بلغ الحمل أربعة أشهر ثم سقط يسن التسمية، إذا لو سقط قبله لا يسن. وأفضل الأسماء، ثم يبين يعني مسائل أفاضل الأسماء، بلغ زمن نفخ الروح، هذا يكفي بلوغ الزمن، لا حاجة إلى تأكد نفخ الروح يعني بالحركة في بطن الأم هكذا، لا حاجة إليه. ثم وأفضل الأسماء عبد الله ثم عبد الرحمن، ولا يكره اسم نبي أو ملك، بل جاء بالتسمية بمحمد فضائل عليا، أفضل يعني عبد الرحمن عبد الله ثم عبد الرحمن، ثم هل يكره التسمية باسم نبي أو ملك؟ لا يكره،
محمد أو إبراهيم هكذا يوسف يونس كله لا يكره وكذلك لا يكره اسم باسم ملك نيلان جبريل ميكائيل هكذا يجوز. ثم وهناك في جملة ما ورد في الشرع من التسمية يمكن لنا أن تلخيص أساليب مختلفة في التسمية، إما هكذا التسمية بأفاضل الأسماء يعني باسم عبد الله عبد الرحمن وهكذا، هذا صرح في الشرع بأفضلية هذه الأسماء، أو أن باسم صلحاء الأجداد كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه بإبراهيم، هكذا يسمى الولد بأسماء باسم صالح أجداده هكذا، أو يعني باسم غريب له معنى جيد هكذا، كما سمى الله تعالى يحيى عليه السلام وقال في حقه لم نجعل له من قبل سميا، فإذا هذا اسم غريب جديد معناه جيد يحيى فيه تفاؤل هكذا. أيضا مع كل هذا الأفضل يعني أن يسمي بهذه الأسماء عبد الله عبد الرحمن ثم عبد الرحيم هكذا إظهار العبودية إلى الله تعالى. نعم كذا عبد الرحيم عبد الخالق عبد الرزاق كلها. ثم اسم النبي ليس بمكروه ومع ذلك ماذا جاء في التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم فضائل، فإذا ذكر المصنف هذا لأجل الاعتبار بهذه التسمية، تسمية بمحمد فضائل عديدة. فإذا الرجل يسمي بعض أولاده باسم محمد صلى الله عليه وسلم مما ورد في فضله إذا كان يوم القيامة نادى مناد على ليقوم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم لو سمي ولد باسم محمد هو يدخل في هذا المنادين هؤلاء المنادين، يقول هكذا يعني في المحشر على ليقوم من اسمه محمد فليدخل الجنة يعني بدون حساب ولا شيء هكذا يدخل الجنة كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي أن لا يخلي الشخص أولاده من اسمه محمد ويلاحظ في ذلك عود بركة اسمه عليه أيضا، وهو يسمي أحد أولاده بمحمد ويريد به عود البركة بركة هذا الولد عليه أيضا. يعني قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لما ولد له ولد وسماه محمد بمحمد، يعني سمى الإمام الشافعي رضي الله عنه ولده بمحمد، هو أيضا محمد، الإمام الشافعي اسمه محمد محمد بن إسماعيل ولده أيضا محمد، سميته بأحب الأسماء إلي هكذا قال، إذن أحب الأسماء إلي معناه أي بعد عبد الله وعبد الرحمن وأمثالها. ثم وكثير يسمون محمدا ويقولون سميته باسم أبي وجدي هكذا، فكان الأولى أن يلاحظ به اسمه صلى الله عليه وسلم أولا ثم اسم أبي هكذا الترتيب. بعض الناس يعني يخطئون في هذا الاعتبار، هذا معنى قولنا. ثم وينبغي لمن سمى محمدا سمي محمدا أن يحترمه لكونه سميه صلى الله عليه وسلم، من سمي باسم محمد ينبغي احترامه على المسلمين يحترمونه، لماذا؟ لأن اسمه اسم محمد صلى الله عليه وسلم هكذا له أيضا احترام بسبب هذه التسمية فقط الموافقة في الاسم فقط. فقد ورد إذا سميتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه،
هذا هذا لا تضربوه ولا تهرموه، هذا النهي يقتضي احترامه. نعم. ورد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره التسمية بمحمد، لأن لماذا بعد تسمية الولد بمحمد يشتم ويسب، فإذا يكون اسمه يتعرض لهذا السب والشتم، فإذا مبالغة في احترام هذا الاسم كان يكرهنا، هكذا ورد. فإذا في هذه التسمية فذلك أفضل، ورد كثير. نعم. لو كان في بيت ولد اسمه محمد ينزل لأجله البركة في بيته، هكذا ورد كثير. فإذا ولا يكره، ويحرم التسمية بملك ملك الملوك وقال القضاة وحاكم الحكام، هذا حرام. نعم. لماذا؟ هذا لا يطلق إلا على غير الله تعالى، لا يطلق إلا على الله تعالى. نعم. لا يطلق على غير الله تعالى، بل يطلق على الله تعالى فقط، لذلك هذه التسمية حرام. ثم وكذا عبد النبي ودار الله، عبد النبي كذلك عبد الكعبة، عبد الدار، عبد علي، عبد الحسين، كل هذا حرام. كذلك جار الله، رفيق الله وأمثالها حرام. لكن هناك الشارع فصل بقوله وكذا عبد النبي، لماذا؟ لأجل الخلاف في هذه التسمية، عبد النبي، عبد الكعبة، عبد الدار، عبد العلي، عبد الحسين، رفيق الله، جار الله، في هذا خلاف، هل يجوز أو لا يجوز. ابن حجر رحمه الله قال يحرم، أما الإمام الرملي قال بالجواز. نعم. وجه التحريم هذا إيهام التشريك، إيهام التشريك يعني ثبوت العبودية لغير الله تعالى، أن يكون لغير الله تعالى عبد، لا يكون لغير الله تعالى عبد. فإذن عندما جوز الإمام الرملي ماذا اعتبر؟ هو اعتبر المعنى اللغوي للعبد بمعنى الخادم، عبد النبي معناه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ورد في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أمثالهم، وهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعبدك وخادمك يا رسول الله، فإذن معنى العبد يعني الخادم. نعم. فبهذا الاعتبار جوز بعض العلماء وحرم. ثم والتكني بأبي القاسم هذا أيضا يحرم. نعم. ثم التكني أبي القاسم هذا يحرم، فيه خلاف يعني في تحريمه، هل كان حراما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو بعد زمنه أيضا لا يجوز، أو يعني لو كان هذا التكنية لمن اسمه محمد أو لو كان اسمه غير محمد أيضا يحرم، هكذا خلاف بين العلماء. هذا كان سبب هذا التحريم مرة نادى من وراء النبي صلى الله عليه وسلم رجل بأبا القاسم، فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه يدعوه، هذا رجل من ورائه دعا يا أبا القاسم، فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذاك الرجل المنادي قال ما ناديتك بل أنا ناديت رجلا آخر مسمى بأبي القاسم، عندئذ نزل الوحي بتحريم هذه التكنية. لماذا؟ كان في هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، نادى من ورائه بهذا الاسم فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نودي التفت، فإذا قال أنا ما ناديتك،
تعزى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارا بهذا التعزي جاء من الشارع يعني من الله تعالى التحريم بطريق الوحي. ثم يسن أن يحلق رأسه ولو أنثى في السابع أن يحلق رأسه أن كله هكذا هذا الحلق. فإذا لا يكفي يعني استئصال التقصير أو استئصال الشعر ليس بل الحلق بالموسى هذا هو المسنون. إذن عندنا في زمننا هناك آلة للتقصير حتى يستوصل الشعر هذا لا يقوم مقام الحلق. الحلق شيء ناقص ولو أنثى الحلق والتقصير بينهما ذكر الفقهاء الفرق في يعني باب التحلل تحلل إما بالحلق أو بالتقصير ذكروا هناك الحلق يعني بإجراء الموسى على الرأس ولو أنثى في السابع. ثم ويتصدق بزينته ذهبا أو فضة بزينته يعني بزينة شعر الرأس ذهبا أو فضة ليس قيمة بل يتصدق بوزنه إما الذهب أو الفضة يكون يعني بعض الجرامات. وأن يؤذن ويقرأ سورة الإخلاص وآية إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بتأنيث الضمير ولو في الذكر في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى عقب الوضع. وأن يؤذن يؤذن لماذا الذي سيأتي يقام بالمجهول لذلك هذا إذا نقرأ بالمجهول أن يؤذن يعني يسن أن يؤذن ويقرأ سورة الإخلاص وآية إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كل هذا في الأذن اليمنى. عند الآية يقرأ هذه الآية بتأنيث الضمير ولو في الذكر لماذا هذا وارد وارد لا يغير في إذنه اليمنى ويقام في اليسرى متى هذا عقب الوضع. وهناك يعني يقرأ سورة إنا أنزلنا في أذنه اليمنى أيضا ورد في فضله لو قرأت هذه السورة في بلده وهو يحفظ من الزنا طول عمره. ونقل عن الديربي أنه يسن أن يقرأ في أذن المولود اليمنى إنا أنزلناه لأن من فعل به ذلك لم يقدر الله عليه زنا طول عمره. هكذا يعني فضل النبي بعده يقام في اليسرى عقب الوضع. نعم. وأن يحنكه رجل فامرأة من أهل الخير بتمر فحلب لم يمسه النار حين يولد. نعم. هكذا الأذان والإقامة كذا 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 ثم كذلك يعني التحنيك تحنيك ما معناه يعني هذا إدخال الشيء إلساق الشيء في حنكه حنك يعني أقصى الفم. فإذا هذا الولد يعني يبلع هذا لإيصال البركة بركة هذا الرجل أو المرأة من أهل الخير يوصل يعني بركة ريقه إلى بطن هذا الولد أولا يجري ذلك التحنيك. إذن التحنيك كيف يكون هذا الرجل الصالح وهذه المرأة الصالحة يملغ هذا أولا يملغ التمر أو يملغ يعني هذا الشيء الحلو حتى يختلط هذا التمر أو الحلو بريقه ثم بعد ذلك يحنكنا. أليس التحنيك بالتمر فقط لا
تمر خالص لا، بل اولا يملغ الين ان يختلط، هكذا ذكر في التحفة، بأن يملغه ثم يدلك به حنكه ويفتحه حتى يصل بعضه لجوفه. هذا هو التحريم. وحلوب لا، ثم الحلوب يعني لم يمسه نار. نعم، هذا شيء حلوب طبيعي حين يولد. فإذا ماذا يقدم من هذين؟ هنا قال حين يولد، وفيما قال فيما سبق قال عقب الوضع. إذن التحنيك هو الأول، أو هذا الأذان والإقامة، الأذان والإقامة أولا ثم بعد ذلك التحنيك. نعم. ثم ويقرأ عندها، يعني عند المرأة، وهي تطلق، إطلاق يعني هذا التحمل، يعني عالم الولادة، شرع عالم الولادة، هي تشعر كأنها تلد عن قريب. عندئذ تقرأ عندها آية الكرسي، كذلك وإن ربكم الله الذي، هذه الآية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اقرأ هذه الآية. نعم. والمعبد الثاني أيضا يقرأ، والإكثار من دعاء الكرب، دعاء الكرب هكذا ورد في الحديث، دعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. وهذا يكسر. وكذلك يسن أيضا إكثار من دعاء يونس عليه السلام، كما ذكر بعض العلماء دعاء يونس هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا دعاء يونس. فإذن يكسر، هذا يقرأ كثيرا. ثم قال شيخنا، أما قراءة سورة الأنعام إلى رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يوم يعق عن المولود فمن مبتدعات العوام الجهلة فينبغي الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما أمكن. هذا من البداية، أوائل سورة الأنعام يقرأ، هذا من البداية، يعني ليس ثابتا بسنتنا. ثم هناك بعض الآيات يكتب لها أيضا، يقرأ عندها وكذلك يكتب لها أيضا لتسهيل الوضع. ذكر صاحب الحاشية، فائدة لوضع الحمل إذا تعسر يكتب في إناء جديد، يكتب في إناء جديد ليس في قديم، فيه فائدة. اخرج أيها الولد من بطن ضيقة إلى ساعة هذه الدنيا، اخرج بقدرة الله الذي جعلك في قرار مكين إلى قدر معلوم. ثم يكتب هذا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس، وهذا إلى آخر السورة يكتب. نعم. وكذلك يكتب معه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يكتب ثم يمحى بماء وتشربه الحامل ويرشح على وجهها منه. فإذا يسهل هكذا
ذكر العلماء. نعم هذا ممكن عند صالح المجرم. ثم ذكر الإمام الشرواني آداب الكتابة، كتابة التعويذات، يكتب بحروف يعني مفردة لا هذا ينسد عيون الحروف يعني مثل حرف فاء قاف ميم، ينبغي أن لا ينسد هذا العين. وكذلك ينبغي أن يكتب يعني بغير حديد. وكذلك بعد الكتابة لا يعرض على العيون، هو أيضا لا يقرأ ولا يعرض على السماء. وكذلك لو كتب على وضوء أو على صوم، الكاتب يكتب على صوم وقت صومه يفيد كثيرا. هكذا العلماء ذكروا من التعويذات والآداب كثيرا.